معايا على التليفون انيس بن ميم محامي تونسي سيف الدين الجزيره. اهلا بك انيس. اهلا وسهلا بك كابتن مهيب، واهلا وسهلا بكل متابعينك وتحيه ليك ولكل المصريين اللي تابعوا فيك. الله يخليك. قول لنا ايه اللي حصل، هل سيف الدين الجزيره بعت انذار بالفعل لنادي الزمالك؟ هو الحقيقه من نحن ماناش في خصومه مع نادي الزمالك لحد الان. هو اللاعب ما عنده مستحقات ماليه من شهر 10 ما خدش المستحقات الماليه نتاعو، فبالتالي نعتبر انه هذا لفت نظر الاداره لتسويه الوضعيه نتاع اللاعب. ولحد الان معناتها نحن مفتوحين على كل الاقتراحات والاحتمالات والجلوس مع اداره النادي في الحوار على وضعيه سيف الجزيري. اذا ما توصلناش الحل وقتا نمر الخطوه بعدها، لكن لحد الان نعتبر نحن مثل لفت نظر للاداره باش تسوي وضعيه اللاعب. طيب هل في مخاطبات بينك وبين نادي الزمالك، مجلس الإدارة، حد من أعضاء مجلس الإدارة، المشرف على الكرة أمير مرتضى؟ لا لحد الآن ما لازمش يكون فما التواصل، على خاطر لأنه اليوم أرسلنا الخطاب، احتمال في الساعات الجاية أو في الأيام الجاية يكون بين التواصل. نحن مفتوحين على الحوارات الكل، وأي شخص من الإدارة يحب يتواصل بينا نحن يدينا مفتوحة ونتكلم معاه وما عندناش أي إشكال، لأنه اللاعب معناتها ماهوش يحب يصعد قدر ما يحب اكثر يسوي وضعيته الاكثر والاقل. طيب يعني سيف الدين الجزيري بلغك ان دي شكوى جمعيه ولا ده امر يخص سيف الدين الجزيري لوحده؟ لا لا لا، كل لاعب مسؤول على وضعيته وعلى عقده وعلى اموره، ما عندوش علاقه باللاعبين الاخرين، وما هي شكوى جمعيه، شكوى تخص اللاعب سيف الجزيري، وانا محامي سيف الجزيري الاكثر والاقل. تمام. طب بالنسبه في مهله معينه ان الزمالك يسدد مستحقات سيف الدين الجزيري؟ تعرف انه لوائح الفيفا تعطي اجل 15 يوم لتسويه الوضعيه، ونحن موجودين. يعني 15 يوم من تقديم الشكوى، من تقديم الانذار يعني الزمالك قدامه 15 يوم لدفع مستحقات الجزيري. بالضبط، ولكن نحن نشوف اذا كان في تواصل مع النادي وفما حلول جديه واقتراحات جديه، نحن ما عندناش اشكال في الموضوع هذا. ديما نقولها وقلتها ونقول على امواج معناتها ولا على الشاشه نتاعكم، نحن مفتوحين لكل الاحتمالات الوديه لو نادي الزمالك يحب يتواصل معنا ويتخاطب معنا. طيب هل تألق الجزيري في كاس العرب وفي كاس افريقيا واحرازه الاهداف والعروض اللي جات له دي اللي شجعتكم ان انتم تقدموا شكوى عشان تحصلوا على مستحقاتكم؟ لا لا، ما عندوش علاقه بالموضوع، لانه ما عندش لاعب حق. يا انيس يا انيس يا انيس، ازاي يعني العروض اللي جات لكم يعني جمدت قلبكم شويه؟ لا 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 ولا لا، معناتها اللاعب عنده مستحقات والنادي مفروض انه يدفع مستحقات اللاعب طبعا بوجود عروض او عدم وجود عروض. بالعكس، لو كان اللاعب كان عنده رغبه كان يحط الفلوس هذه اللي يحبها من النادي، كان يحطها على طاوله النقاش ويناقش فيها عرضه، انه لكن رسميا ما تمش عروض تتناقش مع الاداره، ونحن نحترم الاداره، ولو كان في اي شيء رسمي نتناقش مع الاداره على طول، وما فماش موجب، لانه اللاعب عنده اصلا تعاقده شرط معناتها تسريحي ممكن يفعله من غير حتى شيء. تمام. هو عقد سيف الدين مع الزمالك قد ايه؟ عقده ثلاث مواسم. ثلاث مواسم حتىش 2024. ان شاء الله الزمالك هيحط لكم مستحقاتكم، انا اعتقد كده، لان سيف لعيب كبير واكيد هيبقى مطلوب من انديه كبيره و